تنطلق غدا 6 جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني. تعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية تعقد جلستين لمناقشة قضايا الصناعات الثقافية، خاصة في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، بينما تعقد لجنة الشباب جلستين لمناقشة موضوعات التمكين السياسي للشباب وآليات دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد جلسات خلال الأسبوع 6 لبحث عدد من القضايا خلال جلسات المحورين السياسي والاقتصادي.